السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا من الفيديو اللي فات. اولا انا بشكركم جدا على كل كومنتاتكم وتعليقاتكم الجميلة اللي انتوا بتقولوها، واتمنى ان دايما الفيديوهات تعجبكم وتكون مفيدة ليكم. النهاردة هقول لكم على طريقة عمل اللانشون من غير لحمة ولا فراخ. من غير لحمة ولا فراخ ازاي يا حنين؟ هقول لكم دلوقتي، يلا اكتبوا ورايا المقادير. اول حاجة هنجيب 5 بيضات، اوكي؟ طبعا عندنا الكبه بتاعتنا، هنحط كل حاجه فيه. 5 بيضات بقى زي ما انت عايزه، بيض بلدي، بيض احمر، بيض ابيض، مش هتفرق معانا يعني. وهنحط عليهم 5 معالق دقيق. دقيق عادي اللي هو بتاع كل الاستخدامات. واحد، 2 3 4 5. وهنحط هنجيب 5 قطع جبنة مثلثات، أي نوع جبنة مثلثات هنجيب، يعني هنحط 5 قطع. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، وهي دي الأساس اللي بتدي طعم اللانشون. طبعا فاكرين مرقة الدجاج اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت؟ الفيديو موجود عندكم اللي احنا عملناها في الأسبوع اللي فات، اللي حابه يعني ان هي تعمل مرقه الدجاج في البيت. هنحط مرقه دجاج. لو انت عايزاه يطلع بطعم مرقه بطعم الفراخ تحطي مرقه دجاج، لو عايزاه يطلع بطعم اللحمه تحطي مرقه لحم. طبعا موجوده عند البقال مرقه اللحم. وهنحط كاري. هنحط بقى من التوابل كل حاجه نص معلقه. احنا هنحط نص معلقة صغيرة على فكرة، وهنحط ثوم بودرة برضو نص معلقة، وهنحط بصل بودرة برضو نص معلقة، وهنحط بهارات فراخ نص معلقة برضو، وهنحط فلفل اسود نص معلقة، وهنحط فلفل احمر، فلفل احمر ناعم نص معلقة برضو، وهنحط حبهان مطحون، وهنحط لون طعام يكون باللون الأحمر. وهنحط نص كوباية زيت، أي نوع زيت. دي كده كل المقادير بتاعتنا، وبعد كده هنشغل الكبة بتاعتنا ونخلط المقادير كلها. وبعد ما ضربناها في الخلاط وانتوا واقفين بس بتضربوها، تشموا ريحتها زي اللانشون بالظبط، ريحتها طبعا زي اللانشون بالظبط. بعد ما ضربناها اهو زي ما احنا شايفين كده
ده الشكل النهائي بتاعها. هنعمل فيها ايه؟ هنعديها في كيس في الثلاجة ادي كيس الثلاجة هنعديها فيه. شايفين لونها احمر ازاي؟ ده من اللون اللي احنا حطيناه. نبدأ نعديها في الكيس بتاع الكباري. على فكرة ريحته جميلة جدا جدا، جوعني على فكرة، ريحته جوعتني. هنقفل الكيس بس بحيث ان هو ايه ما يكونش فيه هواء. اوكي، نطلع الهواء اللي فيه زي ما احنا شايفين. تمام، بعد ما قفلنا الكيس بقى هنعمل ايه؟ نجيب ورق فويل، الورق الحراري اللي احنا بنلف فيه الفراخ ونحطها في الفرن، اهو الورق ده. وهنلف عليه، هنجيب الكيس ونلف كده كده بحيث ان هو ايه يدينا شكل كوز الفيلم كده. ونلف عليه ورق لفه كمان. وبعد ما هنلفه كده هنعمل ايه؟ هنحط حل على النار يكون فيها ميه مغليه، وبعد ما الميه تغلي هننزل فيها اللانشون بتاعنا لمده ساعه ونقلبه، يعني نص ساعه، ونروح قلبينه كده على الناحيه الثانيه بحيث ان هو يستوي من جميع الجوانب. يسيبه لمده ساعه في ميه مغليه على النار. وادي يا بنات زي ما احنا شايفين شكل اللانشون بتاعي بعد ما سويته في الميه. نقدر بقى نقطعه كده. ادي شكل اللانشون بتاعي، على فكرة طعمه تحفة بجد تحفة، جربوه هيعجبكم. بكده اكون انا خلصت طريقة عمل اللانشون من غير فراخ ولا لحمة. اتمنى ان تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها، ان شاء الله هتعجبكم. بدل ما تشتروا اللانشون الجاهز تقدروا تعملوه في البيت. ولو حابين تعرفوا طريقة اللانشون بالفراخ اكتبولي في الكومنت ان انتوا حابين تعرفوا الطريقة، وان شاء الله انزلها لكم في الاسابيع الجاية باذن الله. لو عجبكم الفيديو لايك وشير لاصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. وقابلكم الفيديو الجاي على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.